قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. الكفن هو ما يغطى به الميت، هذا هو الكفن. وستر جميعه أي من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه يغطى جميعه، المسلم إذا مات يغطى جميعه، إلا في حالة واحدة إذا كان محرما، إذا مات حال إحرامه رجلا كان أو امرأة فإن الأمر يختلف. أما غير المحرم أي مسلم يموت كما ترون اليوم مثلا يغطى جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه، الجميع يغطى. المحرم لا يغطى رأسه لأنه يبعث يوم القيامة محرما على الصفة التي مات بها، يبعث يوم القيامة محرما. ولما مات الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل محرم وقصته دابته وسقط منها فمات بعد أن داست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه أي ثوبي الإحرام ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تصوروا هذا الفضل لهذا المحرم بين الناس، يبعث يلبي لله تبارك وتعالى. فالمحرم إذن لا يغطى رأسه ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، وكذلك كما سيأتينا الشهيد يكفن في ثيابه التي مات فيها. قال والمحرمة لا يغطى وجهها، لأن الرجل كما أنه لا يغطى رأسه قالوا كذلك إذن المرأة لا يغطى وجهها. وإن كان لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماتت محرمة فقاسوا ذلك على المحرم، فقالوا كما أن الرجل إحرامه في رأسه ولا يغطي رأسه فالمحرمة إحرامها في وجهها فلا تغطي وجهها إذا ماتت وهي محرمة، فيما لو قدر أن المرأة. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل تقاس المرأة على الرجل أو لا، وهل المحرمة فعلا يجب عليها أن تكشف وجهها كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه حال إحرامه، هذه مسألة خلافية. الجمهور أكثر أهل العلم على أن المحرمة يجب أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة وقت، يعني لا نتكلم عن المتوفى، الإنسانة التي على قيد الحياة، قالوا إنه يجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. قالوا والمقصود بلا تنتقب أي لا تغطي وجهها، وذكر النقاب كمثال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرمة تغطي وجهها وإنما تمنع من النقاب وليس من جميع ما يغطي الوجه كالغطوة والخمار وغيرها ما يغطى به الوجه، لذا قالوا تغطي وجهها لكن لا تنتقب لا تلبس النقاب. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الحج إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن محظورات الإحرام سيأتي الكلام عن المحرمة هل يجوز لها أن تغطي وجهها أو لا يجوز لها. أما في حال الوفاة، في حال الوفاة فقياسا على الرجل المحرم أنه لا يغطى رأسه على المذهب أن المرأة لا يغطى وجهها ويكشف وجهها إذا ماتت وهي محرمة.